أكيد لنعرف أكثر عن اليوم والافتتاح لمعرض الكتاب بدورته 31 لهالسنة. معنا ضمن مساحتنا الصباحية الأستاذ فادي غانم، معاون المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. الخير، يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا وسهل. فيك. يسعد صباحك أستاذ فادي. خلينا نبدأ اليوم مثل ما شفنا بتقرير التحضيرات، خلينا نعرف كيف رح يكون استقبال الناس بدورة 31 لمعرض الكتاب. شو الجديد السنة؟ هلأ بهذا الوقت عم نقوم باللمسات الأخيرة والتحضيرات النهائية. اليوم الافتتاح إن شاء الله الساعة 7 مساء رح تقوم بافتتاحه السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية، وبمشاركة رسمية كتير واسعة. السنة كتير كانت يعني الشغل عليها والتسويق الإعلامي للمعرض، فجهات رسمية كتير السنة يعني تعاونت معنا للافتتاح. إن شاء الله الافتتاح رح يكون مميز والمعرض السنة رح يكون مميز. المعرض بالمجمل رح يستمر لمدة 12 يوم يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 ليلا متواصل. طبعا دور النشر رح يرافق المعرض عنا برنامج ثقافي كتير متنوع، إن كان من ندوات أدبية وثقافية وعلمية وحتى سياسية. السنة في عنا شيء، خليني أو أحكي لك عن المعرض. شخصية المعرض لهي العام، دائما نحن في عنا شخصية تاريخية اللي هي الشاعر السوري أبو العلاء المعري، وبهالمناسبة لأنه افتتحنا يعني واعتبرناه شخصية المعرض التاريخية لهي السنة، قمنا بمعرض للمخطوطات خاصة بمخطوطات أبو العلاء المعري. طبعا بالإضافة لمجموعة من الكتب النادرة، وفي طبعات صخرية لأول مرة بنعرضها. السنة كمان في شغلة مميزة، إن قمنا بمعرض فنون تشكيلية بمشاركة مديرية الفنون الجميلة، بنفس الوقت مع معرض المخطوطات. هاي لأول مرة بتصير معرض فن تشكيلي مع معرض المخطوطات. بالإضافة عنا مهرجان سينمائي كامل بشكل يومي، كل يوم عنا عرض فيلم سينمائي من الساعة 4 للساعة 6 مساء، وأحياناً رح يكون في فيلمين بنفس اليوم، طبعاً بين أجنبي وسوري، شيء من الأدب العالمي وشيء من الأفلام اللي أنتجت بالفترة الأخيرة بسوريا. طبعاً الفعاليات متنوعة، يومياً عنا تقريباً فعاليتين أو ثلاثة مثل ما حكيت، بين سياسية بين أدبية. عنا ضيوف من برا البلد طبعا مشاركين بالفعاليات من لبنان ومن العراق. في امسيات شعريه السنه كمان، في عندنا امسيتين شعريات اسمها يعني خليني اقول لك امسيه شعريه عربيه ايرانيه، طبعا بمشاركه شعراء من سوريا من اليمن من لبنان من العراق ومن ايران. نعم. هدول كمان على مدار يومين كمان في امسيات شعريه طبعا بمجموعه كبيره من الشعراء. الشيء الثاني اللي هو حفلات توقيع الكتاب. عنا لحد هلا لهي اللحظة، طبعا هذا العدد قابل للزيادة خلال المعرض، لحد هلا عنا 95 حفلة توقيع كتاب. طبعا هذا شيء مبشر جدا بالخير. بالإضافة عنا توقيع كتب لكتاب أجانب، في عنا حفلة توقيع لكاتب تشيلي جاي يوقع كتابه هون كمان، كمان بيحكي عن سوريا. والمعرض مثل ما حكيت يوميا من الساعة إلا يوم الجمعة من الساعة 4 للساعة 10 بالليل. نعم، لكن قلنا بالمقدمة أنه 237 دار وجناح مشاركة بالدورة 31 لمعرض الكتاب. خبرنا أكثر عن المشاركات الدولية وشو المميز هلأ بهذه الدورة؟ هلأ السنة في عنا مثل ما حكيت حضرتك 237 دار نشر. هلأ هي متوزعة بين دور نشر سورية من لبنان من مصر ومن العراق، بالإضافة عنا كمان من الدنمارك السنة، والإضافة للوكالات اللي بتجينا كمان من دور النشر اللي بتاخد وكالات، كمان في من تونس، في من السودان، في من الإمارات. في عنا هيئات دولية السنة كمان مشاركة معنا، عنا سفارة إندونيسيا لأول مرة بتشارك، المركز الثقافي الروسي مشارك، المستشارية الإيرانية، عنا مؤسسة المعارض الإيرانية هي تابعة لوزارة الثقافة الإيرانية كمان هي السنة مشاركة لأول مرة، بالإضافة للهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة عنا بالبلد وجامعات خاصة كمان في مشاركة كتير واسعة منه. نعم. كلها على مستويات ثقافية وعلمية محترمة. نعم، يعني كل سنة بيكون في نشاطات مرافقة لمعرض تماما. الكتاب ضمن مكتبة الأسد، إن كان ندوات إن كان حفلات توقيع كتب، أيضا فعاليات تخص الأطفال، مشاركات فنية. السنة الماضية كان في مشاركة للفنان القدير دريد لحام وغيره من الفنانين تمام. السوريين. خلينا نحكي السنة هل رح يكون في نفس هذا البرنامج ومين رح يكون مشارك؟ هاي السنة كمان نفس السنة الماضية، نحن مثل ما قلت لك كل سنة عم نحاول نسعى لبرنامج السنة. برنامجنا الثقافي بقدر أقول عنه كتير مميز لأنه شامل ومتنوع، يعني بتقدري تاخدي من الأدب للثقافة للسينما للسياسة لكل المجالات المعرفية اللي بنقدر نعملها.
السنة فعلا عندنا نحن عندنا ندوتين سينمائيات مثل ما حكيتي حضرتك، خلال عنا فيلمين راح ينعرضوا، فيلمين سينمائيات، اللي هو فيلم دمشق حلب اللي هو للمخرج عشان ما اغلط للمخرج باسل خطيب، وفيلم رجل الثورة للمخرج نجدت أنزور. وبعد الفيلم بعد عرض الفيلم راح يكون في ندوتين للمخرجين. فيلم دمشق حلب راح يكون بالندوة مع المخرج باسل خطيب، راح يكون معه كمان الممثل الفنان الكبير دريد لحام مع الممثلة كندا حنا، راح يقوموا بندوة بيحكوا عن الفيلم، كمان أيضا فيلم رجل الثورة للفنان نجدة أنزور. عندنا فعاليات مثل ما قلت لك ثقافية، خليني اقول لك احكي بعض الفعاليات السياسية مثلا للندوات. في عندنا مثلا غدا بكرة الساعة 6 المساء في عندنا ندوة فيها من لبنان ومن الكويت مشاركين، يعني فيها النائب الكويتي عبد الدشتي وفيها جوزيف أبو فاضل، في عندنا الشاعر محمد علي شمس الدين كمان، في من العراق جواد الأسدي، في فاضل الربيعي، أيضا هذول من الكتاب المسرحيين المعروفين جدا على مستوى المسرح، كله مشاركات بالإضافة للمشاركات الداخلية السورية. أكيد. خلينا نحكي لك عن المشاركات المحلية أيضا، ركز عليها شوي، بما أنه عم تقول في كتير يمكن للمشاركات الوجوه الجديدة الشابة، هل في كمان أسماء معروفة محلية؟ طبعا الأسماء المحلية أيضا معروفة، إن كانت من الشعراء أو من الندوات السياسية. يوجد مثلا لدينا حفلة توقيع كتاب مع ندوة بعنوان كتاب الرجل الذي لم يوقع للدكتورة بوسينة شعبان، يشاركها غسان بن جدو في الفعالية، لبعض الشعراء المحليين. أيضا كما تحدثت أنه شخصية العام هي أبو العلاء المعري، يوجد ندوة عن أبو العلاء المعري كشخصية تاريخية وفلسفية، بالإضافة لندوة عن المخطوطات التي تختص بأبو العلاء المعري. نعم، يعني مشاركات عديدة ومهمة، ويمكن أيضا اتحاد الكتاب العرب يكون له مثل ما بنعرف الجناح الخاص فيه المميز. خلينا نحكي شوي كما عن كل عام اتحاد الكتاب العرب هو شريك معنا، كل المنظمات التي في سوريا كما التي تعنى بالكتاب والثقافة هي مشاركة معنا وشريكة معنا. اتحاد الكتاب العرب كما كل عام لديه جناح خاص به، عدد المشاركات تقريبا يصل الى 1300 عنوان. لن استطيع ان ارسل لك الاسماء لانها كثيره، فوق ال 500 مؤلف، من منشوراتهم التي تندرج ضمن الادب والروايات والعلوم الانسانيه وادب الاطفال، وايضا سلاسل الكتب التي يتخصصون فيها. والمميز في دار اتحاد الكتاب العرب انهم البيع عندهم بحسميات عاليه جدا شبه مجانيه، فأيضا لديهم مشاركات بالإضافة للندوات والفعاليات التي تقوم لدينا. نعم، لكل المهتمين كمان بمعرض الكتاب بهي الدورة، هل في له موقع خاص، صفحة خاصة بتعرض النشاطات اليومية اللي حتكون، المشاركات المهمة، الندوات، حتى يقدروا يتوجهوا ويحضروها؟ طبعا يوجد صفحة خاصة بالمعرض على الفيسبوك خاصة بمعرض الكتاب، وستقوم بعرض الفعاليات أو بالتهيئة قبل الإعلان عن الفعاليات قبل بيوم تحديدا على الندوات والفعاليات والامسيات التي ستقوم بالمعرض، بالاضافه الى موقع مكتبة الاسد ايضا يقوم بالنشر تباعا على ما سيتم في المعرض والاحداث التي تتم فيه. نعم، يعني استاذ فادي بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى لكم التوفيق. شكرا اليوم لكم. واكيد حضوركم اكيد رح نكون متواجدين ويكون لنا تغطيات خاصه خلال فتره المعرض على شاشه الاخباريه. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق ان شاء الله بهي الدوره. شكرا لك. شكرا لكم.